طاجين الصول على طريقة بيل، تبع معايا مزيان. الوغ شنو عندنا؟ غنشوفو المسائل اللي عندنا كلها هي هنا اللي غنديروها في الطاجين. الوغ شي خمسة ديال أجزاء التومة، ضريسات التومة ولا هذا، مطيش هاد الكمية طوماط سوغيز. بالنسبة للتوابل هذاك لي زيبيس، الزعتر، الكمون، فلفلة حمراء، بابريكا، والإبزار، أو لي في دو لوغيي طريين. ثاني قزبور ومعدنوس والسمك الصول. فوالا. الوغ أول حاجة نحطو المطيشة. هاد المطيشة يمكننا نشقوها من لهنا، اللي بغا سميتو تشق شوية وهذا، ولكن ممكن تخليها هكدا كاع. فوالا ها المطيشة ديالنا. أنا كنقترح غادي نقبطو شي وحدين من هاد المطيشات ونشقوهم باش يطلقو بلو فيت داك لو جو ديالهم، والاخرين نخليوهم. المهم فوالا هاد الطريقه، شي وحدين شقيناهم والاخرين يبقاو هكداك مزيان. انا دابا القزبر ومعدنوس، ودابا الثومه حتى غنخلطوه بيان سور، وغنديروا النص ديال ديك الاقامه دابا، والنص الاخر من بعد ملي نديروا الحوت. هادوك لي في دلوغيي. اذا غنبداو بالملحه، ونص ديال ديك الاقامه اللي عندنا شتي ديال الاولى دابا. ودابا غنحطو السمك هكذا، شتي هادوك ديال داك الخربقه زربقه ديال لوغوب، وداك الشيء اللي قال لك السمك المغربي خقات خربيق دارو كونديسيون. داكشي راه كيكون ديما في اكتوبر كيديروا ابتزاز، ومن بعد عاوتاني كيبداو يرغبوا يزاوقوا عاوتاني من بعد. يعني غير خوا الخاوي. المهم حنا كنتمتعوا بالحوت ديالنا، اللهم لك الحمد. هذا هو اللي خسر هما اوروبا، اما حنا ما عندنا ما نخسروا الحوت ديالنا عندنا الحمد لله. وغادي نزيدوا الثومه الاخرى اللي بقات، داك الشويه اللي بقى. وكيخص غندير واحد طريف الحامض مرقد، ولو غيست ديال الاقامه دوك لي زيبيس كنديرهم فوق الحوت عاوتاني. شتي الحمد لله السمك ديالنا طريو مزيان تبارك الله، وان شاء الله دابا غير خاص شويه مزيان. رائع رائع جدا الحمد لله كثيرا. هلا هاد الطاجين الصول على طريقة بيل بيل ظاهر غادي يكون أكثر من رائع. ودابا شنو بقى؟ بقى بطبيعة الحال هادي عاد وصلت دابا لاصوص طوماط، هاهي واجدة. إذا هاد لاصوص طوماط غادي نديروها فوق الحوت ديالنا هكذا. يا سلام تبارك الله. لاصوص الطوماط كنكبو حتى هنايا في الداخل من لهنا ديال الطاجين. تخي بيان. إيوا دابا شنو بقى؟ غادي نديرو الزيت البلدية، ضروري غنديروها في الطاجين هذا. فوالا كدور شوية من لهنا ومن لهنا هكذا. بلاتي كاين واحد التعليمات فورية بأن خصني نزيد شوية الزيت هنا. فوالا انقطاع هنا انقطاع هنا، التنفيذ ما علينا غير التنفيذ حنا. ايوا دابا خاص شويه د الماء، داك الماء كنديرو مع داك شويه اللي بقى د لاصوص الطوماط في المشربه، وكنديروه نكبوه شويه بركه. ايوا دابا اونفوي على الفخر، ومن بعد نتذكروا على النتيجه اللي ان شاء الله غتكون ظاهره، كنظن غتكون رائعه. تحياتي ايوا توت الوغ. ايوا دابا في انتظار يطيب داك الطواجين ديالنا، غنديرو شي بردات هاي مبرع. غادي ناخذو اتاي شي 411 خلك هو المزيان، حيت ما فيهش بزاف ديال رائع. واخا ناخذو دونك اتاي ونعناع ونديرو شي براد نديرو تما باش نستافدو من ديك العافيه ديال المجمر. ها هو الطاجين ديالنا، ونحطو البرير حتى هو يستافد من ديك العافيه. هادشي دابا هذا بحال الطاجين الصول، تقدر ديرو بلا ما تغطيه، فهمتي؟
حيت غير كيطيب الصول راه بلا غطيه غير شويه فوالا الحمد لله. انا باللي باقي له شويه مازال ما سالاش، ولكن غادي نغطيه دابا حيت هو مره دونك خصو يتغطى الحشرات ولا كانت شي حاجه دونك ضروري. وهذا السول هاد نوعيه السمك متواجد الحمد لله في المغرب في الساحل الاطلسي من يعني من القويره حتى لطنجه موجود هذا النوع السمك هذا الحمد لله. وهذوك اللي عندهم مشاكل في الاتحاد الاوروبي نتمنوا تفك لهم المشكل ديالهم. ايوا وديك الساعات حنا يعني ما عندناش ادنى مشكل، ولكن كنتمنى واحد الطويشنات هذا وها غير يطيب نقول لكم كيفاش هادشي. ايوا في انتظار يوجد الطاجين ديالنا انا غادي يكون ثاني مره الحمد لله بسم الله رائع. هذا الشاي هذا رائع جدا الحمد لله. نشربوا كاس تاع اتاي مزيان ونتفرجوا في المناظر الخلابه الطبيعه والفكيرين كياكل واحد طوماط سوغيز. عطيه لي كيربي الفكيرين راه مزيه حيت يكتفي بالقليل وظريف وكيعلم بزاف ديال الحكمه وديال الطاجين ديالنا وجد شو كيمشحر رائع يا سلام تبارك الله. وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء. طاجين الصول على طريقة بيل بيل، هاد الطاجين يكون تقاب واحد 50 درهم حيت الصول شي نص كيلو تما ولا يمكن قل كاع نص كيلو، قول 40 درهم و 10 درهم المسائل الأخرى صافي 50 درهم في الدار تاكل هذا الطاجين مبرع فاخر ولذيذ جدا. إوا جربوا هاد الوصفة. إذا ها هو الطاجين جبتو لهنا، هذا طاجين فاخر نحتفلوا به في اليوم السبت. طاجين السمك الصول على طريقة بيل بيل طبيعة الحال ضروري من التوقيع بالأخضر والأحمر، اللهم لك الحمد وتحياتي للجميع.